اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم المسائيه الليله عنوان حلقتنا نوافذ اقتصاديه وابرز محاورنا لليوم متطلبات استثمار موارد السودان الطبيعيه وايضا الاستقرار السياسي الذي يتيح للسودان وشركائه العرب ضمان امن غذائي مستدام حيكون معنا كمان العديد من المحاور حنناقشها مع ضيوف الاعزاء من داخل الاستوديو ونرحب بضيفي مهندس علاء احمد شاري إدارة المشاريع وتطوير الأعمال أهلا ومرحبا بك باش مهندس مرحبا بك يا أستاذة ومرحب بجميع متابعينا في قناة السودان العرب 24 <applause> اهلا ومرحبا بك، نحن سعيدين جدا بوجودك معنا في قناة السودان 24 الان وجميعا يعني سعيدين جدا مشاهدينا باستضافة ضيفنا الدكتور برير ادم عبد الغني خبير في الاعلام الاقتصادي، اهلا ومرحبا بك دكتور برير. مرحبا بك دينا ومرحبا بالمتابعين الأعزاء والتحية لكل متابعيكم عبر قناة السودان الآن 24. اهلا ومرحبا بكم، نحن فعلا سعيدين بوجودكم معنا اليوم في الحلقة المهمة، حيكون عندنا العديد من المعلومات المهمة والمحاور المهمة أيضا لمناقشتها مع وياكم والمشاهدين، ولكن الأول نطلع تقريرنا لحلقة اليوم ونرجع لاستكمال حلقتنا، نطلع التقرير ونرجع لكم مشاهدينا خليكم معنا. رجعنا إليكم مشاهدينا مرة ثانية وبنشكر في التقرير إعداد هويدة التوم والصوت أحمد سالم وبالعودة لضيوف الكرام من داخل الاستوديو بداية مع الدكتور برير ونحن أول محاورنا حابين أن نتكلم عن الاستقرار السياسي وأهميته في أنه يتيح للسودان وشركاء العرب بالتأكيد ضمان أمن الغذائي المستدام أهمية الاستقرار السياسي دكتور برير طيب فعلا النقطة الجوهرية اللي المفروض ينطلق منها الحديث عن الاقتصاد والترويج للاستثمارات والفرص الموجودة في السودان هي الاستقرار السياسي. فما لم يكون في استقرار سياسي في السودان ولاي دولة أخرى فيها اضطرابات سياسية وفيها مشادات قطعا ده بيكون يمكن تكون دافع للمستثمرين انهم يهربوا من البلد ودافع لأنه حتى المستثمر الوطني ما يقدر يستثمر بكل إمكانياته ممكن يلجا لدوله بديله، ناهيك عن المستثمر الاجنبي اللي انت حاب تقنعه وتروي له الفرص الموجوده وتشجعه في انه يدخل السودان، فمهم جدا الحته بتاعة الاستقرار السياسي، نتمنى انه السودان يشهد في القريب العاجل استقرارا سياسيا يمثل بيئه وحاضنه جاذبه للمستثمرين ولرؤوس الاموال الاجنبيه انها تدخل السودان وتجد في موضع امان واستقرار وطمأنينه بالنسبه لهم. بالتاكيد باذن الله دي دي دعواتنا وامالنا بالنسبه للسودان ونحن في حديثنا اليوم في حلقه النوافذ الاقتصاديه خلينا نبدا ونتكلم دكتور البرير عن مفهوم العلامه التجاريه. نعم يمكن موضوع العلامه التجاريه هو من الموضوعات المهمه اللي بالتحديد بتالي السودان. بالتحديد بتلي السودان فليش لانه لازم منتجاتنا المتعدده والمتنوعه وذات الجوده العاليه والمعظم الدول بتعرفها لابد انه يكون في علامات تجاريه تميزها نعم. عن المنتجات الاخرى ومنسوبه للسودان وبطريقه واضحه ومميزه واول ما شخص يقرا المنتج يعرف انه ميت ان سودان فعشان كده لو قلنا دارين نقول يعني شنو علامه تجاريه اللي هي التريد مارك أه هي كل ما يمكن يشكل علامه مميزه او اسم مميز او رمز يعني حاجه تدل على انه هذا الكوب دون الاخر فلو كان صنعنا حاجه يعني كل اسم يجعل من السلعه محل تمييز محل تفضيل دون الاخريات محل بيخليك تقرا خصائصها مميزاتها جودتها منشأة صلاحيتها كل التفاصيل من الاسم فلكي ان تتخيل اي علامه تجاريه مثلا في مشروبات او ماكولات او حتى سيارات او غيرها اول ما يقول السياره ماركت كده مباشره المستهلك او المشتري بيقدر يعرف خصائص هذه السياره صحيح فعشان دي فكره بصوره مبسطه من غير ما نتكلم باكاديميات شديده عشان المتابعة بيعرف يعرف انه العلامه التجاريه من اقصد هذه الاسم او هذا الرمز او هذا حتى ختم او توقيع او كده يدل على المنتج او يدل حتى على مؤسسه او شركه نعم جميل جدا خلينا ننتقل كمان لباش مهندس علاء والحديث عن يعني نحن دكتور برير اتكلم عن مفهوم العلامه التجاريه لكن لو جينا للفرق بين العلامه التجاريه والماركه باش مهندس علاء <applause> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الله أشكركم على استضافتنا مع الدكتور برير وهذا شرف لنا حقيقة أن نكون بقامة مع رجل كهذه القامة ونتمنى أن نقدم حاجة حقيقية يستفيد منها المتلقي والمتابع ويستفيد منها من تالي الشباب عندنا في الوطن إن شاء الله الدكتور اتفضل وشرح العلامة التجارية وحقيقة يعني ما لنا حاجة نقول أولا لكن انا احب اضيف انه العلامه التجاريه دي هي هويه المنتج نعم هي انت مجرد ما تسمع صوت او تشوف عش يعني علامه او كتابه او حرف معين يتب... يتبنى الى ذهنك منتج معين وتستصحب في المنتج ده تجربتك معه عبر الزمن كوكا كولا ماكدونالدز بيبسي ال جي علامات كثيره تويوتا فورد يعني علامات كثيره جدا جدا اما الماركه الماركه هو تحديد اكثر دقه واكثر وصف لمنتج او سلعه او خدمه معينه يعني انت زي زي الفنل او زي القمع بتجي او نديها مثال بسيط ماشيين في الحله ماشيين في الحله العلامه التجاريه بيت ناس فلان تمام الماركه صالون ناس فلان بعد ما ادخل البيت او ادخل الحوش بعد ذلك بدخل الصالون او المجلس او كذا او كذا هو ده الماركه فالماركه هي جزء من العلامه التجاريه لكن بتدي وصف ادق واعمق لمنتج بصنفه بعينه بنفسه هو ذاته. نعم نعم جميل جدا، طيب خلينا ننتقل كمان لدكتور البرير والحديث عن اهميه العلامه التجاريه بالنسبه لاصحاب المشاريع، قدر شنو مهمه؟ بالنسبه لاصحاب المشاريع هي طبعا بتمثل يعني هويه المنتج. وبتمثل لهم كذلك يعني المنطقه الاولى لإغناع المستهلك يعني مباشره العلامه التجاريه لاي صاحب مشروع لمنتجه لما يضع له علامه تجاريه محدده النقطه الاولى بتمثل يعني بتدي الانطباع الاولي للمستهلك يعني نعم. يعني بتدي خطوه تجاه إغناع المستهلك وكذلك بتخليه انه بتحدد بتجاوب على سؤال مهم جدا جدا يعني ليش المستهلك ده تحديدا يستهلك المنتج ده دون الاخر يعني ليش تحدي بدي مبرر يعني ليه انت عارض مثلا المشروب الفلاني دون الاخرين وليش انت حريص ومصير ومتاكد ان المسالك حيستهلك المنتج ده يعني بدي مبرر ده من خلال شنو من خلال الجوده ومن خلال السمعه الطيبه اللي بتحميل العلامه التجاريه تبعك نعم. فعشان كده هي مهمه جدا جدا بالنسبه لاصحاب المشاريع يتمسكوا بها يعني اي شخص حاب يبدا مشروع ويبدا ينتج مهم جدا في البداية أول ما بيعمل في دراسة الجدوى وبيعمل في دراسة للمشروع وتنظيره حول المشروع قبل أن يبدأ في الإنتاج لابد أنه يحدد العلامة التجارية اللي هو حينتج عليها المنتج نعم جميل جدا دي خلينا كمان ننتقل لباش مهندس علاء وقبل ما نتكلم عن المنتجات الاكثر انتاجا في السودان خلينا نتكلم عن متطلبات يعني استثمار موارد السودان الطبيعيه طبعا كلنا عارفين قدر شنو انه السودان بلد غني بالموارد الطبيعيه طبعا السؤال ده سؤال عميق وسؤال كبير واحنا قبل كده تكلمنا فيه في حلقات سابقه السودان سله آه آه من الموارد الطبيعيه سله من الطاقه او الكميه من الموارد او الدخل او القيمه النقديه ان حسن استخدامها موجوده في سله واحده وسهله القطاف يعني احنا في السودان الموارد بتاعتنا بسيطه واوليه ما محتاجه لتقانه او اتمته او يعني مجهود عالي لاستثماره الشمس مساحات الشاسعه دي الشمس لا تغيب عننا في السودان ابدا وهذه ميزه كبيره جدا جدا الرياح حابة طول السنة باتجاهات مختلفة نهر الجنة أطول نهر موجود في العالم ويجري عندنا في السودان، مياه الجوفية، مياه الأمطار، بلس المعادن والثروات اللي تحت الأرض. والمعادن عندنا في السودان أنا بتذكر زمان الذهب ده كان بيقيفوا على قيف نهر عطبرة بي بيغربلوه يعني. صحيح. مواطنين عاديين لا تنقيب صحيح. لا حفر لا تعدين لا, لا لا لا، أمور بسيطة جدا جدا، الزراعة. في السودان غرب السودان عندنا الصمغ العربي ده بيطلع براو يعني ما في ما في زول بيرويه وما في زول يشذب الشجر، ما في زول وبالعكس الثمرة من بعد ما تنضج أو تنزل تسقط على الأرض. إن لم يلت إن لم تجد من يعني يلتقطها ستبقى إلى أزل الآزلين أو تتحلل مرة أخرى إلى الأرض. فالموارد عندنا سهلة وبكر وسهلة التحصل عليها. متطلب مننا إنه احنا بس كيف نقدر نخط او نخط المجهود المناسب في الاتجاه المناسب بطرق معينه تؤدي لتحويل هذه الموارد لطاقه. نعم سواء كانت طاقه ماليه، طاقه انتاجيه، طاقه كهربائيه، موارد خضراء، موارد السودان غني، السودان بكر. رغم انه احنا جل الانجليز استعمرونا سنين وقبلهم الاتراك استعمرونا سنين لكن ما زال الى الان ورغم يعني ما دام نقول نهب لكن هدر الموارد السابقه اللي تمت في السودان عندنا ما زال السودان بكر ما زال السودان بكر كيف نتفق عشان نقدر احنا نحسن او نعم على كلام الباشمهندس يعني يمكن يعني يحاول <applause> في الاتجاهات بذكر في مره سالت واحد من الخبراء الاقتصاديين في ولايه النيل الازرق انا عرفت انه ولايه النيل الازرق فيها الكروم صحيح يعني في يعني صحيح. ولايه بتاعت كروم يعني فيها المعدن على سطح الارض موجود yes. no. انا ما حبيت الممكن. فسالته هو كخبير اقتصادي قلت لك اذا بتقدر تقدر لي حجم المخزون من الكروم عندكم في الاتنين الازرق قال لي 40 جبل <applause> 40 جبل يعني لا طن ولا ولا, ولا كيلو ولا لا. بالجرام 40 جبل فلما اندهشت قال لي سمعت بتلال الانقسنه قلت له قال لي دي 40 ال40 كلهم من الكروم بيور صحيح صحيح شرق السودان كذلك شرق بالزبط. السودان فيه كمية من الفوسفات والبوتاسيوم على سطح الأرض ما محتاج منك شيء غير تشيله تخده وتطلعه برا أو تشيله وتعمل له معالجات أولية وليست بالزبط. معالجات متقدمة معالجات أولية لتستخلص الخام وتحاول تصهره في أشكال معينة للمعادن ومن ثم أنك يا إما توديه للسوق المحلي يا إما تصدره برا الشمالية الصحراء الكبرى دي مادة السلكة أهم عنصر في صناعة الزجاج نعم. والزجاج yes. اللي بيخش في الفايبر الفايبر بيخش في صناعة الطائرة يعني في عندنا كمية بتاعة موارد على سطح الأرض كيف نستثمرها؟ إحنا ما عارفين قيمتها عشان كده ما عارفين نستثمرها نعم طبعا يعني زي ما ذكرت ضيوفي الكرام يعني السودان فيه فيه العديد من المنتجات اللي اللي دائما يعني انتاجه بيكون السودان متميز به وموجود نعم كمان زي ما انتم ذكرتوا يعني كمخزون احتياطي بكميات تقدر تكفي كل متطلبات السودان وكمان تصديره زي ما انتم ذكرتوا لدول الخارج شنو كمان من المنتجات اللي اكثر انتاجا في السودان المنتجات يمكن اللي هي أكثر تميزا السودان ممكن يتميز بها نحن صغار ولحد الآن لو جبت لو على سبيل المثال دار تذكر أي منتج مثلا لو قلنا اللي في الزراعه مثلا الليمون حيجي على بالك ليمون بارا مش كده؟ يعني عندنا في منتجات بارا اصلا يس عندنا منتجات هي اصلا عندها علامات تجاريه وعندها اسماء تجاريه جاهزه محتاجه تسويق، مثلا الليمون موجود في منطقه معينه، البرتقال تسمع طوالي مع ناجب المره مثلا لو قلنا ثاني السمسم السمسم القضارف والزول صغير معارف في يعني حتى ثقافتنا وفننا المحلي الجميل سوق لمنتجات السودان متميز بها بصوره مطلقه وفي جزء متميز بها بصوره نسبيه ف يعني لو قلنا نسترسل في المنتجات مثلا عندك الكركديه القطن موجود معروف حتى على يعني مستوى اوروبا السودان هو البنتج او المنطقه الاولى في انتاج القطن الصمغ العربي زي ما تفضل الباش مهندس يعني موجود في فتره السودان كان ممنوع يتداول مع العالم يعني فتره الحظر من المنتجات الوحيده المسموح بها ان تصدر الصمغ العربي, السمغ العربي نعم. يعني فلكن النقطه اللي بتخلي الـ 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 المنتجات بتاعتنا او السودان ما يستفيد منها اكثر لانها كانت ربما تصدر باسم دول اخرى بتمشي رو ماتيريال بعمل يحصل لها ريباكينج ثاني في دوله ثانيه ويمشي باسم الدوله حتى الثروه الحيوانيه يعني انا بحضر في في لايف قبل فتره كان جابوه يعني استقطعوا بعض الأشياء السودانيين في واحده من الدول المجاوره بيتكلموا عن القيمه بتاعتهم في 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 الابل يعني هم دولة بتنتج إبل وبيصدر والإبل زي جودته عالية فالمذيع بيحاول يعمل كاتم مع صاحب الإبل وشخص بسيط طبعًا فلما في أثناء الحوار قال لي أيوة لأن هذه كلها جودة عالية وأحجامها كبيرة إنها بتجينا من السودان ايوه مباشره يعني يطلع. فضح فضح الرساله الاعلاميه اللي كان المقدمي المقدمه انه الدوله هي اللي بتنتج فنسب المنتج للسودان، فاحنا لو كان بيمشي بعلامه تجاريه معروفه مثلا زي الدان الحمري بيجي هنا معروف مثلا حتى في المملكه يقول لك دان سواقني معنا طوال السودان صحيح فلو بتمشي منتجاتنا باسماء مخصصه واسماء معروفه ومسجله بيكون افضل لنا من كل مره نلقى وناسى على انه المنتج الفلاني راح للحته الفلانيه بالتاكيد طبعا وهذه الموارد الطبيعيه والمنتجات المتميز بها السودان في يعني الكثير من والعديد من الطرق باش مهندس على لتعزيز هذه المنتجات كمان والله انا بفتكر انه برضو احنا ذكرنا في هذه القناه الجميله قبل فتره انه احنا محتاجين لتسويق منتجاتنا الدكتور تفضل بذكر الهويه او التريد بارك او العلامه التجاريه لا. انا بفتكر انه العلامه التجاريه هي اول خطوه لتسويق المنتجات نعم. لانه مجرد ما تقول السودان ليمون بارا ليمون بارا دي علامه تجاريه استصحبت لذهني ليمون بشكله الاخضر يعني بغزارته بريحته فهمتي صحيح فربط اول خطوه العلامه التجاريه هي بدايه العلاقه مع الكاستمر واحنا تكلمنا قبل كده برضو انه احنا لازم نعمل محطات للصادر او محطات للريباكينج او محطات لتجهيز المنتجات السودانيه تلبي طلبات الاسواق المستهدفه. سواء كان من النوع من الكم او كان من الصنف او الـ يعني متطلبات السوق، عايز باكن بشكل معين، عايزه مقفول، عايزه مفتوح، عايزه مبرد لحوم مجمده كده نعم. الدكتور ذكر فكره يتكلم عن انه في دوله كانت بتتكلم عن المنتجات السودانيه او الماشيه السودانيه. نعم هم حقيقه الان بيعملوا اعاده تصنيع اعاده تصنيع للحوم السودانيه وبيختموا عليها صنع في بلدهم وبيصدروها لدول ومن ضمنها دوله المصدر، يعني هي بتصنع في دوله دي وبترجع السودان مره ثانيه. نعم واحنا دي كلها حاجات بسيطه ممكن نعملها احنا. ما محتاج يعني الصناعة دي صناعة بسيطة وأولية لتحويل من الرو ماتيريال أو المادة الخام للمنتج النهائي فأنا بفتكر أنه إحنا التريد مارك بتاعنا لازم يتحسن بوجود صادرات أو محطات صادر تلبي رغبات الأسواق المستهدفة سواء كان محلية أو إقليمية أو دولية النقطة الثانية إحنا الدكتور برضو تفضل قبل كده تكلم على أنه لازم يكون في تفاعل مع الجاليات الموجودة خارج السودان بحيث إنها تخلق علاقات وإن كانت شفهية فيربال تدعو أو تعمل ماركتينج أو تسويق لمنتجاتنا والله يا أخي مثلا منتجاتنا السودانية دي أرض خصبة زراعة بمياه نيلية لا توجد فيها أسمدة أورغانيك يس طبيعية جودتها عالية سهلة الهضم يدعو فيربالي يعني بالتوك او بالكلام عن منتجاته ده كمغترب او كذا، الحاجة الثالثة والأخيرة معليش لكن مهمة جداً إنه احنا لازم نخلق قنوات، احنا في السودان عندنا كمية بتاعة إنتاج هائلة تهدر وتكلمنا في الموضوع ده قبل كده تهدر نتيجة لسوء التخزين أو التعامل أو, أو رداءة السوق نعم فلازم ده في بوتنشال عالي فيه، فاحنا لازم نخلق قنوات توزيع وتكلمنا انه السودان عنده تسعة دول مجاورة لو التسعة دول دي حققنا عشرة في المية من احتياج الاسواق المجاورة دي احنا صدرنا تسعين في المية من السودان والتسعين في المية في السودان خلينا احنا ناس على وضعنا الحالي اليوم ان وضعنا خطة واضحة المعالم واضحة الخطوات عشان نصل للكمية دي من المبيعات احنا ممكن افتكر في اول سنة نحقق مبيعات من 300 ل 400 مليون دولار من المنتجات المحلية الرو خليها إحنا لما نصدرها بشكل نعم. معاد يعني ترتيبه صحيح. فدي إمكانيات هائلة لكن كيف نتفق ونتوجه عشان نوجه نج نجمع مجهوداتنا دي ونوجهها في اتجاهات دي بالتاكيد يعني باش مهندس علاء ده كله كمان وبرضه يعني نتكلم عن الميزه التنافسيه زي ما انت ذكرت باش دكتور البرير الميزه التنافسيه للمنتجات السودانيه نعم نعم الميزه التنافسيه يمكن السودان زي ما ذكرت قبل شويه او تكلمت في النقطه في انه في منتجات الميزه فيها مطلقه مطلقة يعني مثلا زي الصمغ العربي يعني مطلقا تكاد تكون ما لا, لا نعم موجود نفس. الا في السودان. نعم نعم. العربي مثلا عندنا لو ذكرنا مثلا المانجو انا قبل فتره كنت بتكلم مع ناس والمغايز قلت لهم مثلا زي منتج المانجو ودي دائما لما تقول مانجا من كتب مثلا ده اسم تجاري مع يعني ممكن الناس تروج له وخلاص يبقى تريد مارك ومننا نروج للسياحه في المنطقه هذه يعني فالمنتجات اللي بتميز مثلا زي المانجو عندنا السودان بنتج 250 صنف او ازيد صحيح يعني على فقط العام. لو, عملنا معرض لو عملنا صح. معرض ليه بس المانجو حتلقى 250 مانجو واحدة ما بتشبه الثانيه فقط سلعه واحده ده أنا هيك عن يعني انه الكركديه مثلا يعني الدول المجاوره لنا بتأخذه مننا الرو مش يعملوا له طحن بسيط كده ويعملوا له ريباك ففي منتجات معينه احنا بنتميز فيها ميزه مطلقه تمام فدي اللي من المفترض ان احنا نعزز فيها وجودنا ونكثف من انتاجنا ونقدر نروج لها على انه إحنا ما في زول بيشبهنا في هذه المنتجات، في منتجات ثانيه اللي هي بنتميز ميزه نسبيه اللي هي ممكن شنو ينافسوك فيها الاخرين، زي مثلا المواشي لو قلنا الضان بتلقى حتى دول وغارات بتنتجوا وتنافس معاك فيهم واحجامه بتختلف وكده لكن الميزه النسبيه بتاعتنا فيه يعني نسبيا بنتميز في انه شنو المنتج اورجانيك زي ما تفضل الباشمهندس نعم. يعني احنا المراعي طبيعيه ما في تحوير وراثي يعني ما بتلقى لك نعاج محوره وراثيه ولا حاصل لها اي شيء من الادويه والعقاقير اللي بتخلي خصائص المنتج تتغير فبالتالي احنا حتى في اي دوله او مثلا لو في اوروبا لو خشيت المتجر بتلقى المنتجات الاورجانيك الرف بتاعه بغير المنتجات الاخرى وسعره مختلف وسعيره والمنست... مختلف والمستهلك بتاعه مختلف صحيح. يعني الهاي ريتش هو الممكن والشخص اللي مور هيلسي اللي مهتم بصحته بيستهلك المنتجات صحيح. الاورجانيك فاذا كان السودان كله عباره عن سله للمنتجات الاورجانيك فلماذا لا نضع له هذه الميزه يعني نخليه يستفيد منها يعني. فدي منتجات احنا يعني ممكن زي ما ذكرت نتميز مطلقا ونتميز نسبيا بمنتجات وكلها مطلوبه لدى العالم نعم بالتاكيد يعني زي ما ذكرت دكتور برير ولكن ده كله وبرضه يعني الوصول لاصحاب القرار الاهلي والجامعات والبيوت التجاريه والمستثمرين كمان دي نقطه مهمه جدا باش مهندس علاء اشكرك عليها استثارتك لنقطه زي دي يا استاذه حقيقه احنا محتاجين نحدد اهدافنا اول شيء لانه لو ما شفنا الهدف ما حنتجه عليه حنكون كلنا تايهين. وبمناسبة التأهين دي أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني تأتلف الأمة السودانية ويرفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، حقناً لدماء الشباب وإن شاء الله من أجل مستقبل أفضل. اللهم آه نرجع للهدف، احنا نحدد هدفنا أول حاجة. بعد ذاك نعمل فريم أو ووركشوب أو خطة عمل لتنفيذ آلية الوصول لهذا الهدف. ولكن الزراعة زي ما تكلمنا. نعم. النقطة بتاعت الأورجانيك دي ما من اليوم الإنجليز لما عملوا مشروع مشروع الجزيرة عملوا عشان يشيلوا منه القطن ليهم ما بدوا لي دولة تانية بيشيلوا كل حاصلاته بيودوها لبريطانيا عشان يصنعوا منه الملابس الخاصة بالملكة الملابس الخاصة بالقصر البيكنغام والدول المتابعة لها وكان رافض رئيسي للعملة الصعبة للدوله السودانيه او لخزينه في السودان نعم. وكان من اهم الاشياء فيها انه طبيعي اورجانيك نعم. لانه شيء يلامس بشره الانسان فكان نوع فاين جدا جدا يعني زي ما تفضل، الاثرياء هم من يستطيعون الحصول على هذه النوعيه من المنتجات فليكن احنا بنركز على منتجاتنا الاورجانيك بصل لحوم البان آه، مانجو 250 صنف وهي طبيعيه انا شفتها فبجبيها بعيني مانجو دي بتقع ما في زول بيرفعها من وفرتها تتغذى عليها ما في زول عايزها <applause> لو شلناها تصدرناها المهم فاحنا نحدد المنتجات بتاعتنا الاورجانيك ناخذ لها اليه معينه اول حاجه نخلق لها سوق زي ما تكلمنا الهويه نخلق لها سوق عالمي مطبوعه في ذهن المتلقي ان اورجانيك دي اول كلمه احنا نلعب عليها ثاني حاجة لأن المنتجات عندنا في السودان طبيعية ووفرتها ما مستحلك مننا أي انفستمنت أو أي استثمارات نقدية فهي رخيصة مقارنة بالدول المنتجة لنفس الصنف بنفس الجودة فإحنا عندنا الميزة الثانية السعر نعم إحنا أقل كوست الحاجة الثالثة ودي من نعم الله علينا السودان قلنا فيها تسعة دول محيطة الوصول للأسواق سهل الأكسس له لأنه بري ما محتاج اركب طائره ولا محتاج اقطع بحر نعم. اذا انا غزيت التسعه اللي حوالي بالاورجانيك وبي سلعه سعرها مناسب او منافس انا قدرت اختلق لنفسي مساحه في الاسواق دي بالتاكيد ان ارتفع مستواي نعتبر انه الاقليم هناك ممكن يكون الستاندر بتاعه شويه قليل لان نقول في ستاندرات اعلى كالخليج او اوروبا وجود محطة ريباكينج بمواصفات وبطرق معينة لتعبئة وإعادة تعبئة هذه المنتجات ومن ثم تصديرها للخارج بشكل مناسب بعوات تتناقب يعني دي بتحتاج برضو كمان ماركت ستادي أو فيزيبيليتي ستادي على الماركت يعني لازم انت تدرس أسواقك الماشي لها حجم العبوة نوعية الاستهلاك نوعية الشعب بيحب شنو ما بيحب شنو دي بتفلتر عندك المنتجات ولنبقى على منتجين أو ثلاثة لكن نشتغل عليهم صح نعم ونركز على أسواق صح ونخط خطة مدروسة خلال سنة إحنا هنعمل العوائد نعم تفضل دكتور مش كده نعم, نعم. نعم. أه. إضافتك ف... على يعني السؤال موجه لك دكتور نعم لأن إحنا كيف نقدر نوصل للمستثمرين ولأصحاب القرار الأهلي والجامعات والبيوت التجارية بصفة عامة كيف نقدر نوصل لهم هذا الوعي؟ جميل السؤال في الجزئيه دي نقول كلام شويه ونجي نعم. الحته بتاعه الغناء التسويقيه البشمهندس يتكلم عنها بصوره ممتازه في انه عندنا يعني في حته الغناء التسويقيه يعني لو قمنا طرحنا مشروعات او طرحنا افكار خلينا شباب يشتغلوا في شركات بتاع التسويق يعني التسويق ما فقط نخلي المنتج لأن لو لاحظتوا نحن عندنا حلقه مفقوده المنتج بيجتهد جدا بينتج لكن بينتظر بعد ذاك منو اللي حيشتري منه فلو بقت في شركات وسيطه تتخصص في التسويق لهذه المنتجات وهي اللي حتعمل على تصديره بيكون ممتاز جدا جدا في بعض الدول وزاره التجاره والتمويل هي اللي بتاخذ من المنتجين صحيح نعم وهي اللي بتعمل على تعبئه وتغليف المنتج بصوره ممتازه اللي تناسب المطلوبات العالميه نعم وهي اللي بتصدر يعني يعني في بعض الدول الحكومه هي اللي بتقوم بهذه يعني بتكمل الغانه التسويقيه للمنتج يعني بتاخذ منك وبتقول لك انت كشخص مزارع او منتج او مربي مواشي نحن بعدنا نكمل عنك نعم هيدوك فلوسك ويواصلهم وبيجيبوا قيمه ازيد وبيحققوا ارباح فاذا احنا في السودان ما عندنا وزاره التجاره والتمويل مثلا ما شغاله في الاتجاه ده فممكن تطرح افكار وفرص لشباب يستثمروا في في شركات التسويق هذه وتكون أن شركات ثانيه تختص في شغل الريباكينج يعني شغل التعبي والتغليف نعم ممكن تكون في شركات نعم وعندها مطابع وتطبع لك اللوجو بتاعك بالشكل اللي انت دايره وتكتب لك المواصفات باللغتين او بثلاثه لغات وتعمل على تغليف المنتج جاهز للصادر فدي فرص برضها بالنسبه للشباب وبالنسبه لرواد الاعمال المبتدئين وكده ممكن يخشوا دي مجالات بالنسبه لهم ممتازه جدا جدا صحيح فمنجي بعد ده لما نشكل بهذه الطريقه يكون قناتنا عندنا المنتج وعندنا الجهه اللي بتموله وعندنا الجهه اللي بتغلف له وعندنا الجهه اللي بتسوق لهذا المنتج بعد ده ممكن التواصل مع البيوت الخبره والجهات اللي بتعمل الدراسات ومراكز الاستشارات سهل جدا هي اللي تبحث عنك نعم ليش لانك انت اصبح عندك وجود حقيقي واصبحت جاذب واصبح هم لازم يلقوا وجودهم معك يعني لازم يشكلوا حضورا ويكونوا زباين بالنسبه لك بالتاكيد ممكن اعقب نعم على نعم تفضل باشمهندس علاء هو جزاه الله خير شرحها باسهاب، لكن احنا في بدايه الكلام قلنا احنا نحدد هدفنا نعم. ونجمع اتحاداتنا او نجمع قوتنا. نعم. القوه دي هو الان شرحها بالتفصيل نعم. اللي هو تحديد الهدف عايزين نصدر اللحمه دي للسوق السعودي. السوق السعودي بيستهلك في الشهر ما بين مليون ل مليون طن لحوم نعم. شهري. نعم. تسعه دول او عشرة دول بتورد السوق السعودي اللحوم دي. احنا عندنا اسمنا عبر التاريخ في السوق يبقى سمعتنا في السوق ممتازه عندنا استهلاك عالي استهلاك عالي سوق عالي ميزتنا في في السعر وفي النقل خلاص اتفقنا على النقطه دي خلاص يلا يا ناس تعال يا بتاع المواشي لكن مين اللي يدور كل هذا الحوار تعال يا بتاع المواشي دينا مواشي ذبحناها بطريقه معينه تتقبلها المواصفات السعوديه ركبناها نقلناها من السلخانه مثلا الى الطائره والطائره نقلتها من مطار الخرطوم لمطار جده او الرياض استقبل الموزع اللوكال ديستريبيوتر احنا كان تكلمنا على السلسله دي قبل كده اخذ اللوكال ديستريبيوتر وزع للملاحم الملاحم ادت المواطنين من يقوم باداره هذه العمليه هذا م. الكلام اللي احنا تكلمنا فيه هو انه لازم يكون في فريم واضح المعالم خطه مدروسه تحدد الهدف وتعمل على جلب او اداء او تنفيذ ادوات أو إتاحة أدوات لتنفيذ هذه الخطة في زمن وبقيمة معينة. بالضبط. فريم بالضبط. واضح كذا احنا عشان. بنتجمع كلنا، فعشان لازم ناخد إيدينا في إيدين بعض. أضف نعم. للكلام الجزئية بتاعت الحلقة الموجودة دي. مثلا في منتجات مثلا زي الطماطم أو البصل اللي أنت ذكرته. منتجات موسمية. فبتلقى المنتجين أو المزارعين بينتجوا بكثافة. لكن حتتلف ما عندهم نعم ليحة تلف السوق بيكون راكد، السعر ما جاذب وبالتالي هي الباليدي بتاعتها قصيرة يعني مدتها نعم. قصيرة وتصبح تالفة، يعني نعم. فإذا كان في القناة التسويقية مكتملة وفي مواعين للتخزين مثلا عملنا مستودعات مبردة ومجمدة، ده استثمار شخص فقط عمل مستودعات وقال للناس اللي عندكم منتجات سريعة التلف انا بخزن لكم تدفعوا لي فيسيس فبالتاكيد بنزيد عمر المنتج وبنكون اضفنا له منفعه اسمها المنفعه الزمانيه، يعني بدل ما يستهلك في فتره الشتويه ممكن يستمر لحد الصيف ممكن فتره شهور اضافيه. المنفعه الزمانيه دي بتخلي قيمه المنتج يزيد وبالتالي هو يكون الامداد بتاعه متوفر طول السنه. صحيح. نعم. فدي برضه مشروعات ممكن المستثمرين يدخلوا فيها وانا طرحتها قبل كده بتذكر لواحد من وزراء الاستثمار ما أعرف مين فقلت له بس لو طرحت عطاء الان صدقت مساحات بتاعت اراضي وقلت داير الناس يعملوا مستودعات بالتاكيد حيجي مستثمرين وتديهم امتيازاتهم وبس تبريد صحيح وسهله نعم. بايه المشكله للناس المحاصيل بتتلف وبيطلعوا خارج السوق السنه الجايه ما بيزرع لك ليش لانه حيكون خلاص افلس صحيح. صحيح. صحيح صحيح دكتور البريد بالاضافه لانه زي ما ذكرنا المنتجات التنافسيه الموجوده في السودان ولكن نحن دكتور كيف نقدر نعزز من قيمه هذه المنتجات السودانيه جميل التعزيز اللي هو الحته تحت القيمه المضافه احنا الان يمكن تكلمنا فيها كثير في الحته بتاعت انك تعمل فاليو اد نعم. يعني قيمه مضافه للمنتج المنتج الان بوضعه مثلا الصمغ العربي بدل ما يمشي في جوال بشكله البدائي البدائي ممكن تضيف له قيمه طواحين بسيطه في المنطقه بتاعت الانتاج يعني الناس المناطق الانتاج نفسها ممكن يجيب طاحونه عاديه يطحن يسحن هذا السمق العربي ويتعبى بطريقه بروفيشنال باوزان مختلفه وممكن كذا احنا عززنا قيمه المنتج بدل ما يمشي ليا قيمه الطن حتى مردوده بيختلف يس طبعا مم. الطن بشكله الكبير ده بيكون قيمته اقل من لو وديته انا بالطريقه هذه ده أنا هيك عن انه لو زدت لي قيمه ازيد اخذت الباودر المطحون ده وديته الخرطوم من كوردوفا مثلا وديته الخرطوم وصنعته في مواد اخرى صنعت منه غيرة أضفت منه أشياء أخرى دخلت في صناعات مثلا أيوة. زي الزجاج أيوة. فبالتأكيد أنا عملت قيمة مضافة نعم. وعملت غيرت حتى في شكل المنتج أضفت لي حاجة اسمها المنفعة الشكلية فحولته من شكل لشكل ثاني خالص وبالتالي بكون قيمته أكبر مع أنه بتكون دخلت من المنتج الأصلي حبة جرامات بسيطة صحيح. صحيح. فنحن بنعزز القيمة لو قمنا عملنا في شكل المنتج غيرنا في شكله أو ممكن برضو النقل نعم برتغال جبل مره نقلناه نعم. من جبل مره وديناه دوله اخرى او نقلناه وديناه الخرطوم فبدل ما يستهلك في جبل مره وما يلقى اصلا شخص يستهلكه وبالتالي يستهلكوا نعم. الكائنات الحيه الاخرى غير الانسان ممكن ننقله عملنا له منفعه مكانيه يعني من مكان لاخر فقط عملنا شفت من مكان مثلا زي ابو جبيحه انت ذكرتها بتسقط على الارض المانجو بتسقط على الارض ما في شخص بيستهلكها، ليش؟ لانها راكده في مكان اي شخص اي مواطن في بيته في في شجره فبالتالي ليش يمشي السوق يشتري؟ فاذا نقلتها من مكان الانتاج لمكان اخر فيه استهلاك اعلى بكون ضفت لها عززت من قيمتها وعززت من ميزتها. ده هيك عن انه لو عملتها بصوره جميله وصدرتها يعني. نعم بالتاكيد. بالتاكيد هل عندك اضافه باش مهندس علاء؟ تفضل ما بقدر اسكت الموضوع شكله حقيقه آه اضافه للكلام الجميل اللي قاله الدكتور احنا في برضه يعني برضه جزئيه منه اجابه لسؤالك اللي قبل, قبل شويه اللي هي تضافر الجهود آه الدوله خلاها بعيد العلاء عليها نبدا من الجامعات وانت لو كل جامعه كجامعه الخرطوم، جامعه البحر الاحمر، جامعه كردفان الشماليه وريفر هيئة علمية بدأت تدعو للابحاث من منطقتها اللي هي موجودة فيها لتحسين هدفها يكون تحسين بيئة الانتاج المحيط والتسويق لمنتجاتها المحلية. نعم. في شكل دراسات، شكل بحوث، ورش عمل تستقطب لها الناس، طبعا دي حاجات غير مكلفة في عملها ولكن مردودة على المستوى المحلي والاقليمي كبير. واحد. اثنين المزارعين في نفسهم تالف المزارعين واتفاقهم على انتاج ضمن رقعه جغرافيه معينه في موسم زراعه معين توجهاتهم لانتاج منتج معين ده بيعزز الكثافه نعم بيعزز الانتاجيه على الفورس كله او القوه كلها او بيحدق الطاقه لحته معينه نعم بعد كده بيجوا التجار التريدر التريدر ده لو اتفقوا انه والله السنه دي احنا دارين نغزي مثلا نعزز للسعوديه دارين نعزز لمصر دارين ندي ماليزيا دارين ندي بريطانيا يتفقوا على سوق هو طبعاً ده ما بيخلق الكثافة لأنه الأسواق العالمية كبيرة نعم. لكن بيحدد هدف معين تتلف معاه الطاقة أو الجهود عشان نقدر نتعدى كل العوائق ونصل بها صحيح. الحاجة الأخيرة بعد ما نصل هناك كطلاب أو كمغتربين خارج السودان استقطاب العقول وبيوت الخبرة وإتاحة الفرص المناسبة لها بالتعاون مع التاجر اللي لي المنتج في الحته دي والمزارع عزر عليه جبيل والجامعه اللي الاطار العلمي والبحثي لهذا المنتج انا اجيب الزول في السودان عندي نعم ودي طاقة بطبعا طبعا الدولة دي دي مرحلة ثانية انه تدي طاقة واحنا عندنا الطاقة الخضراء تكلمنا في بداية موارد السودان عندنا طاقة خضراء كبيرة ما محتاج لا. كهرباء من الدولة عندي موارد مائية ما محتاج مواسير مياه ممكن احفر عندي مراضي شاسعة الحكومة بتوفر ليك تديك فعشان كده ده كله توفر وتجيب الناس وتنتج المنتج ده اللي بيتصنع في اوروبا وبيرجع يتباع للسودان او دول الخليج بقيم مرتفعة انا اصنعه في السودان ويكون عندي كل الميز مع بعض. صحيح. الجودة الأورجانيك، الرخصة سلعة تنافسية صحيح منظومة كاملة منظومة كاملة تؤدي لأهداف سريعة وملموسة بالنسبه كان للشباب او المزارعين او غيره نعم. بالتاكيد طبعا دكتور بيل زي ما ذكر باش مهندس علاء انه يعني نحن تحدثنا عن العلامه التجاريه وكمان باش مهندس يمكن يكون بدا في الحديث عن المشاريع الاستثماريه المصاحبه دائما للعلامات التجاريه نعم, نعم. بالضبط المشاريع المصاحبه اللي هو الاشياء اللي نعم. بتكمل لنا نعم. الحلقه او القناه التسويقيه للمنتجات يعني فدي فكره المستودعات اللي بتتناسب طبيعة المنتجات دي مشاريع ممكن تطرح عندنا الشركات زي ما ذكرت لك الشركات اللي ممكن تسوق وشركات اللي ممكن تغلف دي كلها مشاريع ممكن تكون مصاحبة لعملية الانتاج وتعزيز القيمة بالاضافة للخطوط النقل يعني مثلا لو قلنا دارين نعمل احياء للسكك الحديديه اللي تربط لنا مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك وتربطنا ب الموانئ تحت الصادر فلو اخذنا استثمار كبير من دوله معينه او مؤسسه تمويليه كبيره بنظام البوت مثلا او باي نظام فبالتاكيد ده بيحل لنا مشكله كبيره بتاعت النقل والنقل السكه الحديد طبعا من ارخص انواع النقل واضخمها يعني بشيل لك اكبر كميات وهي فيري شيب يعني الـ الـ رخيص يس بالضبط ورخيص فبالتالي دي مشروعات ممكن تطرح يعني النقل والتسويق وغيره في مشروعات كل ما الناس قعدت وفكرت في انه كيف نعزز من قيمه منتجاتنا بنلقى من انه عندنا نقص او حلقه موجوده في مكان فهناك مشروع استثماري ينبغي ان ينشا نعم جميل جدا. يعني نحن بنتكلم عن المشاريع والفرص الاستثماريه في السودان واغلب الحديث بيكون عن الزراعه واستثمار نعم. الزراعه في السودان كاهم مورد من الموارد في السودان، شنو ممكن تكون مجالات الاستثمار غير الزراعه الموجوده في السودان باشمهندس علاء؟ طبعا الزراعه دي بتمثل آه نسبة كبيرة جدا جدا من صادرات السودان صحيح ايوه لكن هي حقيقة لأنها أسهل منتج ممكن تتحصل عليه نا. ما عندك فيه أي كوست لكن آه في أشياء كثيرة احنا في في في, في مجال الزراعة الصناعة أو الاستثمارات آه وتكلمنا قبل كده برضو عنها هنا في البتاع دي الزراعة السمكية آه المواشي الألبان تجفيف الألبان مدخلات آه اللي هي العلاف اللي هي طبعًا إحنا عندنا في السودان طبعًا مشهورين جدا بالقصب آه نعم. السكر اللي بيطلع منه السكر القصب وهو نادر إنتاجه حول العالم في بعد ما أنت بتاخذ القصب وتعصره وتنتهي منه خلافة أو مخلفات هذه الصناعة تصنع أو ينفع أو يمكن أن تدخل في صناعة العلاف وبتعطي قيمة عالية جدا جدا, نعم. جدا. صناعات الورقية صناعات الورقية اللي الشجر يا أستاذة إحنا عندنا كمية من الصناعات التحويلية البسيطة البعيدة كل البعد عن الزراعة نعم. هيك عن المعادن الذهب نعم. ممكن يكون صناعات ضخمه جدا وقبل فتره تخيل كان في او عرفت انه الخرطوم في مصفات الخرطوم للذهب يعني في مؤسسه الخرطوم آه. 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 لكن ما اعرف هل التصاديق العالميه مجازة تماما ولا لا لكن في مصفى للذهب يعني يعني بامكان انه كل ذهب الخرطوم ما يصدر خام صدر الذهب مشكل ومضغول وجاهز للاستخدام وبالتريد مارك بتاعتنا بدل ما اوديه يعني امشي اصدره لدول ثانيه وبعد ذلك حصلت في نايم فالبترول الان بعد صحيح. بعد انفصال الجنوب فقدنا كميه كبيره او نسبه كبيره من الابار وغيره لكن السودان ما زال عباره عن ولايات كثيره عباره عن بحيره تسبح في بحيره من النفط نعم. فمحتاجه ل يعني تنغيب محتاجه لاستثمارات تدخل فيها يعني في مجالات حتى التكنولوجيا الان يعني محتاجين ل انا يمكن في مبادره مثلا الفرص فاستضفت شباب عندهم اختراعات لها علاقه بالتكنولوجيا ربما تطور البلد بصوره ما تتخيلها تخلي البلد كله بالتأكيد يس كله تتعامل مع السودان انت اونلاين يعني في داخل السودان تدعم فالمورد البشري نفسه يعني السودان فيه يعني عدد كبير من الموارد البشريه السودان فيه 40 مليون نسمه على ما اظن فكلهم ممكن يكونوا محل بتاع تميز. يعني الـ الـ يكون عندنا خريجين بتخصصات مختلفه، الحته بتاعت اصنع بفهم او انتج بفهم. يعني لو قلت دار يعني اوجه جامعات معينه تخرج لي موظفين في تخصصات معينه بمواصفات معينه عشان احل لهم مشكله بتاع سوق العمل في دوله معينه. مثلا التمريض السودان ربما ماشي في الخط بصوره ممتازه جدا جدا نعم. يعني بيكون معظم دول العالم الان بترقب الممرض زي الطبيب السوداني زمان صحيح. فالان اذا كان جانب الاقتصاد جانب الاستثمار جانب الاعلام السودان تخصص في تخصصات معينة ميز فيها العنصر البشري بتاعه بالتأكيد بتكون إضافة لنا وبالتأكيد بيكون مردودة تحويلات المغتربين تكون غيمة عليها صحيح. م. صحيح يعني زي ما ذكرت يعني نحن للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا هذه الحلقة المشوقة وكان فيها يعني العديد من المحاور المهمة جدا ونقاش كان ثري شكرا لك دكتور البرير آدم آدم دكتور البرير آدم آل عبد الغني هذا الاسم المميز شكرا لك وشكرا لحضورك المميز ايضا دكتور البرير وشكرا لك باش مهندس علاء الدين احمد شكرا لكم نورتونا جدا في هذه الحلقه وشكر كل الشكر لكم ايضا مشاهدينا الاعزاء وشكر كمان موصول للكاست العامل على حلقه اليوم في الاخراج هشام يوسف واحمد نجمه في التصوير ناصر لانكي اعداد ويد التوم مهندس الصوت محمد حسبه مونتاج عز الدين سعدابي جرافيك محمد عصام وفي البث احمد الريس ومصعب فؤاد وفي التحرير محمد طه شكرا لكم جميعا ان شاء الله نتلاقى في بداية أسبوع سعيدة إن شاء الله نتلاقى على خير وعلى صحة وعلى عافية في أمان الله